استيعاب قصر العدالة تنفيذاً لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين في المغرب في أول شكل نضالي احتجاجاً على مجموعة من المشاكل ومجموعة من القرارات التي اتخذت مؤخراً في حق هيئة المحامين. أولها هو مشروع مسودة القانون التي لم يأخذ كما في السابق المقاربة التشاركية ولم يتم استشارة عموم المحامين عبر مؤسساتهم المهنية في هذه المسودة. ثاني هذه المشاكل مشكل امتحان الذي تم الإعلان عنه دون التشاور دائما مع المؤسسات المهنية. نحن كهيئات للمحامين في إطارنا التنسيقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب لسنا ضد الامتحان، لسنا ضد ولوج أبناء الوطن إلى مهنة المحاماة، ولكن شريطة أن يكون هذا الولوج أن يحقق هذا الولوج النتيجة المرجوة وهي إنتاج محامين أكفاء في تكوينهم في معرفتهم. الهيئات الآن لن تستطيع أن تستوعب الأعداد الهائلة من المحامين. نحن ما زلنا نرزق تحت عبء ما يقارب 5000 محامي التي دخلت في الامتحان الأخير. فلهذا السبب حتى لا يفهم أننا ضد الولوج ولكننا ضد مع ولوج مستنير للهيئة، خصوصا في غياب معاهد التكوين التي نص عليها المشرع انطلاقا من قانون 1993 والتي لم ترى النور إلى حد الآن. ثالث هذه المشاكل ما جاء به قانون المالية لسنة 2023 وهو المستجدات الضريبية أو ما سمي بالاقتطاع من المنبع. في الوقت الذي كنا ننادي فيه بحذف الضريبة على القيمة المضافة على اعتبار أننا نقدم خدمة شأننا في ذلك شأن الأطباء، فوجئنا بأن هذه الضريبة تنتقل من نسبة 10% إلى نسبة 20%. بالنسبة لما جاء به الجديد جاء به قانون المالية لسنة 2023 هو الاقتطاع من المنبع. نقول بأن هذا الاقتطاع مخالف للمبادئ الدستورية، مخالف لسواسية المواطنين أمام في تحمل الأعباء الضريبية. نقول نحن مع عدالة ضريبية، نحن نؤدي ضرائبنا، نشارك في التحملات التي تفرض علينا، شأننا في ذلك شأن المواطنين. لا نريد إلا عدالة ضريبية تراعي خصوصية المهنة والطابع الاجتماعي لمهنة المحاماة، وفي نهاية المطاف سيكون ذلك في خدمة المواطن. الرفع من أعباء الضريبية للمحامي هو تضييق على الولوج المستنير للمواطن للعدالة.